السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نشوف موضوع التقارير اللي احنا ممكن نطلعها، هدخل هنا في الاوبشن، بحيث نشوف التقارير المفروض تبقى شاملة ايه. بحيث مثلا لو في اي مشكلة موجودة هنا في الجدول الزمني، في اي حاجة، يبدأ يديني معلومات عنها. فبدخل هنا في الجانت تشارت والريبورت، وابدا اعلم هل انا عايز اللوجيك سايكلز، عايز تاسك كونسترينتس، بشوف ايه الحاجات اللي انا عايزها، وبعد كده بقول له اوكي. انا معلم على كل الحاجات، وبعد كده بنروح للريبورت، وبلاقي عندي ريسكادول ريبورت، بيبدا يجيب لي كل حاجه خاصه بالريبورت. ممكن انسخها وابدا اشوف المعلومات ديت، او ممكن اقول له سكادول هيلث تشيك، يبدا يفحص اذا كان في اي مشاكل. تمام، تقدر تطبع المعلومات ديت بحيث تحتفظ بيها، وتشوف حد مدير مثلا هيشوفها ويرجع عليها او هو محتاجها. تقدر تسيف الريبورت ده على صورة، او تعمل ريندر للشغل بتاعك.